مشاهدينا الكرام في كل مكان في العالم، سلام المسيح يملأ قلوبكم. احنا معكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج الدليل. بنبدأ طبعا برسالتنا الروحية، نرحب بوحيد ونسمع رسالة النهاردة. أهلا بك يا وحيد. أهلا فدوى، وأهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. الرب يبارك حياة الجميع. رسالتنا النهاردة، رسالة الروحية النهاردة من فجر الكنيسة الأول، وكيف عانت الكنيسة في بداياتها علشان الناس اللي بتشوف الاضطهاد الحاصل النهاردة يعرفوا أنه ده مشوار الكنيسة الذي بدأه سيدنا وإلهنا ومخلصنا المسيح، الذي قال عن نفسه: إن كانوا قد فعلوا بالعود الرطب عن نفسه هكذا، فكم باليابس اللي هو إحنا. والكنيسة عبر الدهور نمت في وقت الاضطهاد وفي وقت المصاعب وليس في وقت راحتها. نعم. خلينا نشوف رسالة النهاردة من سفر أعمال الرسل 4:29-31. والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم. إيه هي التهديدات المقصودة هنا؟ كان القديسان بطرس ويوحنا كانا في الهيكل، وبعدين عملوا يعني الرب من خلالهم أقام المقعد من بطن أمه، فاجتمعت الجموع حولهم فكلموهم عن المسيح. وبالمناسبة في هذا اليوم أو في هذا الحدث آمن بالمسيح ما يقرب من 2000 شخص. الناس بتعدي الموضوع ده كده ببساطة، لكن لو ركزت هتلاقي حوالي 2000 شخص آمنوا من خلال هذه المعجزة. فاليهود يعني انزعجوا، إذن هذه معجزة حقيقية واضحة أمامهم. فالرجل معروف عند باب الهيكل، يعني كل يوم موجود هناك يستعطي، والآن تحدث المعجزة الكبيرة، فهو يقوم باسم المسيح الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح قم. وقام الرجل، فتزمر وانزعج اليهود، فأخذا بطرس ويوحنا وهدداهما أن لا ينطقا بهذا الاسم فيما بعد. فاجتمع التلاميذ وبدأوا يصلوا، وكان بداية صلاتهم كلامهم هذا إلى السيد الرب: والآن يا رب انظر إلى تهديداتهم وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، لا يكون هناك خوف، بمد يدك للشفاء، ولتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. باسم يسوع تجرى العجائب والآيات. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كانوا مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. قبل أن أكمل الفكرة، نرى هنا أنه يجب على الخدام في كل مكان أن لا يكون هناك خوف، لأن الخوف هو أحد أهم الأسلحة بالمناسبة التي يستخدمها الشيطان. أهم الأسلحة التي يستخدمها الشيطان هو تخويف الآخرين من أن يأخذوا القرار الصحيح مثلا فيؤمنوا بالمسيح، أو أن يبشروا بالمسيح، أو أن يتكلموا بالمسيح. فهو ده السلاح، سلاح قوي جدا يستخدمه الشيطان. فهنا بنشوف أنه التلاميذ رفعوا صلاة إلى السيد الرب وطلبوا أن يعطيهم أن يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. يعني بكل مجاهرة؟ يعني دون خوف أمام الآخرين ليتكلموا بالتبشير باسم المسيح له كل المجد. عاوز أرجعك لحتة مهمة في الرسالة. لو رجعت معي إلى هذه الرسالة مرة أخرى عزيزي، ده الكلام اللي هم صلوا. لو إحنا نشيل جزئية كده، بصوا معي ما الذي تبقى: وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. يعني الرب استجاب لطلبتهم التي هي حسب مشيئته، أنه لا يعطلنا الخوف، لا يعطلنا عدم الكلام عن شخصك وتوصيل رسالة الحياة إلى الآخرين. يبقى جزئية صغيرة في هذا الإطار، وهو ما قاله المسيح له كل المجد حينما وبخ اليهود وقال لهم: كيف تؤمنون وأنتم تقبلون المجد بعضكم من بعض؟ ركز معي عزيزي المشاهد، ربما أنت تسمعني الآن وأنت لست من خلفية مسيحية، ولكن كل ما يعطلك هو مجد الناس،
الذين سيعيرونك لو اتخذت هذا الطريق الذي تشعر وتثق أنه طريق الحياة المؤدي إلى الحياة الأبدية هو الإيمان بالمسيح. إن كنت تسمعني اليوم وإنت مركزك يمنعك من هذا الأمر لأنك في مركزك ممدوح تأخذ المجد من الآخرين، وشجعك اليوم بما قاله المسيح له كل المجد: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإذن خذ قرارك الآن، وليعيرك من يريد أن يعيرك، ولكن ليكن المجد فقط للسيد الرب. والإله القادر على كل شيء هو قادر أن يحفظك ويعينك ويعضدك ويحوط حولك بسلامه الذي يفوق كل عقل. الرب يبارك حياتكم، صلوا من أجلنا. شكرا. شكرا لك. مشاهدين أهلا بكم مرة تانية. الحلال والحرام أخذ أكبر مساحة من حياة المسلم، دخل الحلال والحرام في كل تفاصيل حياته. ولو سئل المسلم ليه الحلال حلال وليه الحرام حرام، مش هيعرف يرد. هو بيكتفي أنه يعرف أو يسأل عشان يعرف إيه مش ليه. ده بالنسبة للمسلم البسيط. لكن لو توجهنا لشيخ مسلم أو لعالم في الإسلام وسألناه عن السبب في تحريم شيء بعينه في الإسلام، يا ترى هل هيعرف السبب ولا هيكون في اقتراحات كثيرة يمكن يكون واحد منها هو السبب؟ وطبعا يعني كالمعتاد بتنتهي كل الاقتراحات بتعبير الله أعلم. وطالما أنه إله المسلمين هو وحده اللي بيعلم، فأفضل شيء أننا نتوجه مباشرة لإله الإسلام ونسأله: هل أنت فعلا بتعلم؟ هنسمع الإجابة في حلقتنا. تعالوا نشوف عنوانها مع بعض: ضجة الإسلام بين الذبح الحلال والحرام. شاركونا في الموضوع، خصوصا طبعا أحبائنا المسلمين، وإحنا هنبدأ ناخد المداخلات بعد حوالي ربع ساعة من الآن. نرحب بوحيد ونشوف موضوعنا. أهلا بك مرة تانية. أهلا فدوى، ومجددا برحب بكل الأحباء في كل مكان. الرب يبارك حياتكم جميعا، أهلا بكم. طيب خلينا ناخد في البداية فكرة عن الموضوع، عن عنوان الحلقة. عنوان الحلقة أنه المسلمون أقاموا الدنيا ولم يقعدوها في موضوع الأكل الحلال والذبح الحلال ضجة كبيرة جدا. نعم. وهي في أساسها كما أراها أنا من الخارج، أراها ضجة إعلامية تخدم الإسلام السياسي، زي الحجاب، زي أمور أخرى لأسلمت الثقافات وأسلمت المجتمعات. لأنه لا يحتاج الأمر هذه الضجة، فأنت عندك طريقة أكل يمكن أن تأكل بها دون أن تملأ الدنيا صياحا. لكن حينما دخلت إلى الأصل لأرى لماذا، في بحثي المتواضع الذي لا أدعي أنه غطى كل شيء، لم أجد السبب، لا في القرآن ولا في التفاسير ولا في أحاديث رسول الإسلام، بل وجدت ما هو يؤكد أن السبب غير معلوم تماما ومبهم في الإسلام. إذن الآن لو سألنا، والسؤال موجه للأحباء المسلمين وأرجو أنه يتصلوا بينا وحنديكم فرصة، لكن ليكون السؤال محدد والإجابة المطلوبة محددة حول قضية محددة بذاتها بعينها، موضوع الذبح الحلال. لكن مثلا بتجيب خروف ثور وبتذبحه، ليه؟ لأنه عندك أنت ممنوع تأكل الدم، ولازم يذبح خاصة إذا كان هو معرض للموت، أفضل أنك أنت تذبحه. ليه؟ سؤالي ببساطة: لماذا ممنوع أكل الميت؟ لماذا ممنوع أكل غير المذبوح؟ لماذا ممنوع أكل الدم؟ ده السؤال بتاع حلقتنا النهاردة، ده صياحكم مع احترامي ليكم. يعني فعلا تجد في 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 أمور كثيرة جدا محاولة إظهار هذا الشعار، الذي كالعادة حينما دخلت أنا إلى هذا الشعار لأعرف السبب
لا يوجد سبب، بس هو كده ممنوع وخلاص. طب ليه؟ فأنا عايز الأحباء المسلمين اللي يتصلوا يا ريت يتصلوا ويقولوا لنا لماذا، ولا أنتظر إجابة أنه علشان الجراثيم في الدم وعلشان البكتيريا وعلشان. أنا أريد إجابة شرعية، أريد إجابة شرعية فهمها رسول الإسلام، فهمها الصحابة، فهمها التابعين قبل موضوع الجراثيم والبكتيريا وغيره. ما الذي فهموه حينما حرموا هذا الأمر؟ ده اللي أنا عايز أسمعه النهاردة. هذه الحلقة تحديدا ستبهر الأحباء المسلمين بترابط الكتاب المقدس وقوته وعمقه ورسالته وتلاحم آياته بعضها مع بعض، لأنه قبلكم الإجابة ما موجودة، موجودة ومعروفة. أنت إجابتك إيه؟ ده اللي أنا بنتظره من الأحباء المسلمين النهاردة. طب أنت متوقع تلاقي إجابة منهم؟ أتمنى أن يكون في إجابة شرعية، شرعا لماذا حرم هذا الأمر. طب ده معناه أنت منتظر شيوخ؟ منتظر، يا ريت الشيوخ يتصلوا بنا في الحلقة ويقولوا لنا لماذا، لماذا ممنوع أكل الميتة، لماذا ممنوع أكل الدم، لماذا ممنوع أكل التي لم تذبح. ده اللي أنا أنتظره. طيب ونكون محددين واضحين، ده موضوعنا. ما يطلع لي واحد بيكلمني عن ألوهية المسيح وعن الفداء وعن الصلب، ده كله فيه حلقات وتكلمنا عنها وردينا، وستأتي حلقات أخرى بنعمة الرب. نعم. طيب خلينا ناخد جزئية عشان يعني نفهم الموضوع تمام. بطريقة أكثر. تمام، خلينا أرجع للقرآن وهو المصدر الأول والرئيسي للأحباء المسلمين، سورة البقرة 173. إنما حرم، والأمر هنا يعود لإله القرآن، عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما فيش حد يكلمني في لحم الخنزير بالمناسبة، ده الحلقة القادمة وحيكون السؤال هو ليه ممنوع تأكل الخنزير، وأريد إجابة شرعية الحلقة القادمة إذا شاء الرب وعشنا. مش تقول لي علشان حيوان بيأكل أوساخ وغيره وغيره، الناس بتأكل والمسلمين بيأكلوا حيوانات يعني معيشتها أسوأ من الخنزير، أو بتأكل زي الخنزير. عايز إجابة شرعية الحلقة القادمة. ما فيش حد النهاردة يكلمنا عن الخنزير. بتأكل أشياء اليوم زي الخنزير؟ معلش. نعم أنا قلت نعم. إيه؟ أنت قلت يعني بيأكلوا زي حاجات يعني زي الخنزير، بس ما كانتش واضحة عشان لا ما يعني الحيوانات ما دي اللي هي بيأكلوها وحلال في الإسلام في منها أسوأ من الخنزير. في منها بيأكل ما زي الخنزير. نعم. تمام، ومع نعم كده ما فيش تحريم. طيب وبرضو سأتناول الحلقة القادمة الكتاب المقدس العظيم اللي فيه كل شيء واضح والإجابات رائعة. نعم. فهنا اليوم كلامي فقط عن الميت والدم وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نفس الفكرة وردت في سورة الأنعام، ربما في الدم بتفصيل أكثر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني دم مصبوب مراق، أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. نفس الفكرة سورة النحل 115، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. نفس الفكرة بس في بتفصيل أكثر، ونعتبر هذا الجزء من سورة المائدة هو مهم في هذا الإطار، وإحنا قدمنا حلقة كاملة عن سورة المائدة ومشاكلها. سورة المائدة 3 صحيح تحديدا صحيح مشاكلها الكثيرة هذا النص القرآني. نعم. لكن هنا بنخصص للميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة يعني اللي اتخنقت ولم تذبح، والموقوذة يعني التي ضربت حتى ماتت، والمتردية يعني اللي وقعت من مكان عالي ولم تذبح، والنطيحة يعني التي نطحت فماتت ولم تذبح، كل هذه لم تذبح وماتت. وما أكل السبع، السبع هو ممكن الأسد والكلب والذئب والثعلب، ده مقصود به السبع يعني. إلا ما زكيتم، ده نص مهم، إلا ما زكيتم، ذكيتم يعني ذبحتم، إلا ما ذبحتم
وما ذبح على النصب إلى آخره، ده ممنوع. لكن من السابقة، من هذه السابقة اللي هي المنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة ما أكل السبع إلا ما ذكيته، اللي حكته قبل ما يموت فذبحته. ده هنا إحنا بنتكلم على إطار القرآن. وفي بحثي وجدت الصورة دي حتى في الصين في شنغهاي، وجدت اللحم الحلال ده حلال. فالموضوع هو تجارة يعني، وتجارة غير مفهومة، وحلقة اليوم تؤكد أنها غير مفهومة، وأنا أنتظر الإجابة. بس رابح طبعاً. يعني هي تجارة غير رابحة مفهومة جداً. مش مشكلة، مليارات الدولارات صحيح؟ فيما يعرف بالأكل الحلال والطعام الحلال، مليارات الدولارات. مش ملايين، مليارات. فإذا السؤال الكبير اليوم هو لماذا؟ ده السؤال أنا بحطه قدام الأحباء المسلمين. السؤال الأساسي هنا، لماذا حرم إله القرآن أكل ما ليس مذبوحا واعتبره حراما؟ ده السؤال الكبير. بسرعة هاخد تفاسير بسيطة لما قرأنا من نصوص. طيب، أذهب إلى سورة الأنعام اللي بتكلم فيها عن المحرم الميتة أو دما مسفوحا. نذهب إلى ابن كثير والطبري، وجدتهم يعني وجدت هذا الكلام: إلا أن يكون ميتة قد ماتت بغير تزكية، تزكية يعني بدون ذبح، أو دما مسفوحا وهو المنصب، يعني الدم اللي هو الدم كدم لوحده منفصل لذاته فهو حرام. الدليل الواضح يكملان أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس من الدم، يعني الدم الموجود في اللحم، أو مش هيقعد يعصر اللحم عشان يطلع ما فيها، لكن هنا المقصود الدم المسكوب أو المسفوح أو المصبوب، ده الحرام نتيجة الذبح، نتيجة الذبح. لكن اللي موجود ما تبقى في اللحم ده ما فيهوش مشكلة، حرم الدم ما كان مسفوحا، وأما لحم خالطه دم فلا بأس به. طيب، أنا ما عندي قضية هنا، هذا كلام ممتاز وكلام رائع جدا. السؤال لماذا؟ ليه أنت دلوقتي هنا بتمنع الميتة وبتمنع الدم، شرب الدم؟ ليه؟ ما هو السبب؟ سورة الأنعام للقرطبي: أي إلا أن يكون العين أو الجثة أو النفس ميتة، ده ما تاكلوش، والمسفوح الجاري اللي هو الدم الجاري الذي يسيل وهو المحرم وغيره معفو عنه، وغيره يعني الموجود في اللحم، نفس الفكرة. أذهب إلى سورة النحل وإحنا أخذناها من شوية، أروح للقرطبي يقول: الميتة ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح، من الأشياء التي تذبح الميتة التي لم تذبح، من التي يؤكل يعني مما يذبح يعني من التي تؤكل. ثم يكمل فيقول: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به، فحرم المسفوح من الدم. ده فكرة عن سورة البقرة، سورة النحل، سورة الأنعام. يبقى نأخذ فكرة أيضا عن سورة المائدة لأنه فيها تفصيل. نعم، ولاحظ أن سورة المائدة مدنية، فهذا التفصيل وهذه الإضافات بعد أن خالط اليهود أكثر في المدينة. نعم، جاءت هذه التفصيلات، لكن أيضا هي ليست قضية، وهو دائما ينقل كاتب القرآن، لكن عنده الحلقات المهمة هي مفقودة. وكما ذكرت اليوم، هذا الكتاب الذي يقولون عنه محرف وهو الكتاب المقدس، فيه الإجابات الواضحة للتحريم، وفيه البعد اللاهوتي للتحريم، الدم المخنوق. ليه؟ أسباب واضحة لا تحتاج لكثير من العناء في بحثها أو بحث عن تفاسير. الأمر في الإسلام غائب. أذهب إلى سورة المائدة 3. طيب،
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوزة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره إلا ما زكيتم. أذهب إلى الشيعة علي القمي يقول والمنخنقة، فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا ماتت أكلوها. طيب أنت ما بتاكلش ده ليه؟ أي. خلاص المجوس دول وحشين وغلطانين، أنت بقى كمسلم لماذا لا تأكل المخنوقة؟ ليه؟ ده سؤال مهم. أذهب إلى الطبرسي وهو عالم شيعي كبير يقول والمنخنقة وهي التي يدخل رأسها بين يدخل رأسها بين شعبتين من شجر، يعني من شجرة فتنخنق وتموت، وقيل هي التي تخنق بحبل الصائد فتموت، يعني اللي صاد بحبل أو أي شيء فاتخنقت فماتت فلم تذبح. وقال ابن عباس كان أهل الجاهلية يخنقونها فيأكلونها. طب أنت ليه عندك مشكلة هنا؟ خلاص أنت ليه بقى ما بتاكلهاش؟ يعني هم دلوقتي عارفين أنه المخنوقة دي غلط. أيوة. أو حرام. صحيح. أو ما ينفعش تتاكل. صح. بس ليه؟ ليه هو ده السؤال؟ لماذا؟ هو ده السؤال الكبير. نعم. أذهب إلى ابن كثير، ده شفنا الشيعة. نعم. نذهب إلى السنة. ابن كثير المائدة 3 يقول والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا يعني مقصود، وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت فهي حرام. سؤالي أنا بقى لماذا حرام؟ ليه؟ هل لأنها ميتة؟ هل لأنها متحللة متعفنة؟ لماذا أكل المنخنقة حرام؟ قبل أن أذهب إلى الطبري أجيبوا يا أصحاب ضجة الأكل الحلال إذا كنتم تعرفون، أسأل عن إجابة شرعية قبل أن أسترسل في البحث. طيب خليني أخذ مداخلة واحدة، خلينا ناخذ نجوى من النمسا. الو الو، سلام المسيح معاكم. سلام ونعم، اهلا بيكي. حضرتك انا معلش انا اسفه جدا، انا هدخل بس اعمل مداخله خاصه باسماء الله الحسنى الخاصه بالقران الموجوده في القران على ايد محمد. حضرتك انا بتعجب على استغرابك ان الكلام ده موجود عن اله الاسلام. انا شايفه انه شيء طبيعي جدا إن واحد زي محمد يكتب ده عن إله الإسلام، لأن حضرتك لو جبت واحد محكوم القاضي حكم عليه ب 25 سنة سجن بالإعدام وقلت له إيه رأيك في القاضي؟ هيقول لك المتكبر المتكبر ال ال الجبار المضل المذل وما إلى ذلك. وما إن محمد عارف إن طال العمر أو أسر هيجي يوم يقف قدام محكمة العدل الإلهية وربنا هيحكم عليه، فشيء طبيعي إن رب إن هو هيلقي بالكلام ده على الإله، الإله القدوس، الإله العادل، الإله المحب. شيء طبيعي إن إله الإسلام هيكون في وجهة نظر محمد إن هو مضل ومذل وجبار ومهلك. تمام. شكرا لك نجوى، ربي يبارك حياتك لأجل المداخلة. واستغرابي ليس من إله القرآن، فكل شيء متوقع منه، لكن استغرابي على الأحباء المسلمين الذين يقبلون هذا الأمر عن الإله الذي مفترض فيه المحبة والسلام والصفح. لكن مداخلتك رائعة وبشكرك عليها، شكرا جزيلا. طيب خلينا نكمل. نكمل، أدخل إلى يعني إذا ده سؤالي أنا بس عشان أسترسل، يعني ليه أنت ما بتأكلهاش؟ لماذا لا تأكل الميتة؟ طيب أنا خليني أسألك سؤال، هو القرآن يعني في الجزئية اللي أنا إحنا بنتكلم عنها ما فيش أي أسباب، هو بس منع وما اداش أسباب؟ ولا التفسير أنا لم أجد أسباب. طب ما هو التفسير برضو، وبالمناسبة أنا قرأت التفسير
يعني حتى أكون واضح، أنا قرأت مثلا أمهات التفسير لكن لم أجد سبب. يعني مثلا قرأت الجلالين، قرأت الطبري، قرأت القرطبي، قرأت ابن كثير، يعني وهي تفاسير طويلة جدا. نعم. خاصة يعني في هذا المجال كان ابن كثير له كلام كثير، والطبري والقرطبي معروفين يعني بطول التفسيرات عندهم. فأنا قرأت كل الأربع نصوص، تخيلي كم الصفحات التي قرأتها لكي أصل إلى السبب. لا يوجد سبب، يوجد التحريم فقط. طيب لماذا لا تأكل الميتة التي لم تذبح؟ لماذا لا الدم ممنوع، الدم المسفوح؟ نعم. السبب إيه؟ طيب أنت عامل ضجة كبيرة جدا وأنت مش عارف السبب؟ بصراحة ده أمر لفت نظري. يعني أنت كل الضجة العاملة دي نقلت التحريم، وأنا أعتقد شخصيا وحيد بنظرتي المتواضعة البسيطة أنه قصد أن لا ينقل السبب، لأنه لو نقل سبب التحريم لضرب الإسلام في مقتل، ولذلك أهمل رسول الإسلام هذا الجزء، لم ينقل السبب. طب هل تقدر تشرح لنا أكثر ولا أنت مخلي؟ أنا عاوزها بعدين. طيب. هشرحها بعدين في جمال وروعة وترابط الكتاب المقدس. هتاخدها مسيحيا يعني؟ هاخدها في الجزء طيب. المسيحي، بس أنا ما زلت أنتظر الأحباء المسلمين ليقولوا لنا لماذا. ما أنا أعتقد أنك أنت هتستنى كثير، لأنه إذا كنت أنت لا القرآن قال ولا التفسير موجود فيها، طب هم هيجيبهم فين؟ أنا لا أدعي أنه أنا خلاص أكملت الموضوع. نعم. أنا دائما إنسان متواضع، أقرأ ما تيسر وما أتيح لي، لكن ربما هناك شيوخ يعني لديهم السبب الشرعي في التحريم. طيب نتمنى أنتظر أنه حد يطلع أنتظر فعلا. هؤلاء الأحباء الشيوخ الذين يعرفون نعم. سببا شرعيا لتحريم أكل الميتة والدم وغيره، لكن لا أنتظر إطلاقا أن شخص يأتي ويقول لي عشان الجراثيم وعشان ما خلاص، ما أنت إذن لم تأتي بجديد، ما هو قبلك ممنوع، ما الجديد الذي أتيت به يعني؟ ما هو قبلك الموضوع ممنوع، وممنوع من قبله بأسبابه الرائعة. نعم. فأنا أعتقد أنه قصد أن لا يقال السبب. ده يبقى ذكاء بقى. طبعا. شيء مقصود. تمام. فأكمل هذه الجزئية في المائدة 3، لأنه فيها تفصيل. هأخذ الطوسي والطبرسي، لأنهم عفوا الطوسي والطبري لأنهم اتفقوا الاثنين في هذا الكلام، وسأقرأ من الطبري. طيب. لكن الطوسي قال نفس الكلام. يقول والمنخنقة، اختلف أهل التأويل في صفة الانخناق. شايفة هما ماشيين فين؟ نعم. ماشيين يختلفوا في صفة الانخناق. يا أخي مخنوقة وخلاص، أنت ماسك في الأمور الهشة. نعم. وقاعد تستطيل فيها وسايب الأساس. يقول لك اختلف في صفة الانخناق، ما هي مخنوقة وانتهى الأمر. يقول لك إيه؟ فقال بعضهم التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق فتموت، وقال آخرون هي التي توثق فيقتلها بالخناق وثاقها، يعني تربطت واتخنقت فماتت، وقال آخرون كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. هنا أنا ليه جبت الطبري؟ ده الاتفاق بينه وبين الطوسي. هنا ينفرد الطبري، ودائما هو لديه هذه الجزئية، يقول أنا شايف إيه الصح. نعم صحيح. طيب حنشوف الطبري شايف إيه الصح. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال هي التي تختنق إما في وثاقها وإما بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختنق حتى تموت. شفت التركيز عليه؟ ده أكبر دليل على أن التحريم في الإسلام غير مفهوم سببه، لأنه هنا التركيز عليه أحبائي، التركيز هنا اتخنقت إزاي؟ نعم. طريقة اختناقها كان نعم. إزاي؟ نعم. التركيز يجب أن يكون على طبيعتها، فهي في الحالتين واحد. صحيح.
ما هنا ميتة وهنا ميتة. أنت نعم. أنت بتتكلم عن إيه؟ اختنقت شخص خنقة أو اختنقت بذاتها، دخلت راسها بين شعبتين من شجرة. نعم. النتيجة إيه؟ واحدة. صحيح. مخنوقة. نعم. أنت ليه ما بتاكلهاش؟ ده المفروض نجد عنه الإجابة. أنا لم أجد إجابة. فأنا أنتظر. هو هنا يعلل. والتعليل باهت جدا. يعلل أنا ليه اخترت ده. يقول وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره، لأن المنخنقة هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها. يعني هي اللي دخلت رأسها لوحدها، ما فيش حد خنقها. ولو كان معنيا بذلك أنها مفعول بها، يعني واحد خنق، لقيل والمخنوقة، والمخنوقة حتى يكون معنى الكلام ما قالوا. يعني هو فرق بين المنخنقة والمخنوقة. المنخنقة هي بنفسها عملت كده، تمام. المخنوقة حد عمل فيها، حد آخر. طيب كده أو كده. نعم. السبب مش، ما فيش سبب، ما ننتظر السبب، ما أنت حتستنى صدق. ننتظر من الأحباء المسلمين أن يقولوا لنا، أن يقولوا لنا سببا. فإذا هنا إحنا بنشوف إنه كل الدوشة دي المعمولة أمر قديم معروف محرم إطلاقا. وستجد الكتاب المقدس واضح، بل فيه قطع من يفعل هذا الأمر، والقطع له درجات في شريعة اليهود. لكن الرائع لأنه كلمة الله الحية بيقدم السبب، ثم لا يغفل أن يقدم البعد اللاهوتي في السبب، وهذا هو الأساس. وهنا أنا ما زلت بتوجه للأحباء المسلمين وأقول لماذا دائما الحلقات المهمة التي أساسها الفداء والخلاص هي حلقات مفقودة. هذا الأمر ليس مصادفة، ليس مصادفة أن لا تذكر ضربة الأبكار في مصر. القرآن يذكر البعض ثم يغفل ضربة الأبكار في مصر والفصح، هذا ليس مصادفة. لماذا حلقة خلود آدم أنه مخلوق خالد هي حلقة مفقودة في الإسلام؟ ليه؟ لماذا هنا نجد أن أكل ما هو غير مذبوح حرام والدم حرام؟ ليه؟ إذن في أشياء مهمة واضح جدا أنه لم تكن مصادفة، لا كان بعناية إخراج كل هذه من القرآن. طيب خليني أسألك، هل لو إحنا مثلا اتكلمنا عن تحريمات تانية إسلاميا، يعني أنا بتكلم مثلا لو مثلا الزنا حرام، ليه؟ لأنه فاحشة، هل ده سبب يعتبر ولا هو ليه فاحشة برضه؟ فاحشة لأنه خارج إطار الزواج. أيوة بس ليه؟ يعني إيه يعني إيه اللي بيحصل؟ لأنه بيكسر قوانين اجتماعية موجودة، فلكل رجل زوجته التي تزوجها على أساس أنه يكون هناك بينها وبينها بينه وبينها إنجاب نسل بالطرق المشروعة المعروفة. نعم. لم يبح هذا الأمر بأنه يأخذ أي واحدة وخلاص، فتنظيم المجتمع وتنظيم الزواج وإلى آخره اعتبر الزنا حرام. فإذا السبب واضح ومعلوم أنه دي خطية بتكسر بها ارتباطك، وتكسر بها ربما ارتباط آخرين مرتبطين في هذه العلاقة. نعم. فالسبب معروف وهو إباحة الخطية في المجتمع. فالرب لا قنن وضع نظام لهذا الأمر للزواج، وأن هذا الفعل لا يستقيم إلا بين اثنين بينهما عقد اسمه عقد زواج. فإذا الموضوع برضو واضح معروف. نعم. طيب خليني، طيب تسمح لي أخذ مداخلة من السودان. محمد، ألو. عليكم السلام ورحمة. أهلا بك أخ محمد. أهلا اتفضل. بك أخ محمد، كيف صحتك؟ نشكر الرب عزيزي. أنا مبسوط
مبسوط من برنامج الدليل ومبسوط من الأخ وحيد، وببلغ تحياتي للأخ وحيد يعني، وربنا يبارككم في هذه الخدمة إن شاء الله. شكرا لك أخ محمد، ربي يبارك حياتك. آمين. وفي عندي مداخلة بسيطة غير عاملة بس يعني. تفضل. تفضل يا أخ محمد. طيب هل سقطت المكالمة؟ فقدنا الاتصال. يا ريت أخ محمد إحنا هنكون في انتظارك وحناخدك على طول لو رجعت. طيب خلينا ناخد لويزا من أمريكا. ألو. ألو مرحبا. أهلا بيكي، تفضلي. سلام المسيح معكم أختي فدوى وأخي وحيد. سلام ونعم، أهلا بيكي. بس أنا كنت أسأل المداخلة البرنامج الحلال والحرام. تفضلي. تفضلكم. أنا بس أريد مداخلة بسيطة، إنه هم بيتكلموا عن الحلال والحرام في الدم واللحم، بس أنا هون بأمريكا أروح محلات أشوف حلال وحرام على كل شيء، على الخبز، على الحلويات، على البمبار، حتى على العسل مكتوب عليه حلال. يعني شو معنى حلال؟ ما هي دي التجارة. هنا الشعار الإسلامي اللي أنا ذكرته في الأول، هو أسلمت الثقافات وأسلمت المجتمعات، هي ده المقصود بها، لأنه ما لا يحتاج كل هذه الضجة يا أختي. حتى بدون مؤاخذة فرش الأسنان مكتوب عليها حلال، ليس فيها شعر خنزير. ما هذا الجنون؟ يعني مرات أسأل هل عسل النحل حرام؟ صحيح. لحم خنزير ولا شو؟ صحيح. ربي يبارككم على البرنامج الحلو، أنا دائما أتابعكم، بس هي أول مرة يعني صار عندي الحظ إنه أتكلم معكم. شرفنا بك. شرفتينا يا أخت لويزا. ربي يبارككم وشكرا جزيلا. شكرا لك. يلا مع السلامة. سلام. يقول لك ما فيها شعر خنزير، فرشة الأسنان. بس الأنسولين ما في مشكلة، كان أصلا بيستخدم الخنزير في يعني إنتاج الأنسولين، وكان كل الأحباء المسلمين دي الضرورة بقى هنا. نعم. الضرورات تبيح المحظورات، فهي تجارة يعني، وتجارة صحيح. عجيبة. صحيح. أنا بشكر الأخت لويزا لأنها لفتت النظر إلى حتى العسل، بتروح تلاقي الخبز حلال. نعم. نعم. ما أعرف مطبوخ على الطريقة الإسلامية يعني ولا إيه؟ نعم صحيح. العسل ده هم يعني هي بتقول في أمريكا عسل في أمريكا مكتوب عليه حلال، هل هو عنده النحل بتاعه مسلم مثلا بي بي يعني بينتج عسل حلال؟ ما هو ده التجارة، هنا دي التجارة باسم الدين، والشعار مرفوع أساسا لأسلمة المجتمعات، ده أصلا الفكرة الأساس، زي الحجاب. أنت مش محتاج تعمل ضجة كبيرة عن الحجاب في أوروبا وفي أمريكا وفي أستراليا، مش محتاج، ده أنت بتعلمه لناسك في المسجد. لكن الشعار حينما يخرج بهذه الطريقة هو محاولة أسلمة المجتمع، زي الطعام. نعم. طيب خلينا نكمل. أكمل. ده كان كلام الطبري. عندي سؤال هحطه هنا، هل أكل محمد والصحابة هل هم أكلوا من كل المحرمات اللي شفناها سابقا في سورة البقرة والأنعام والنحل من الميتة والخنزير ولحم الخنزير والمنخنقة واوا، هل أكلوا من ده؟ أنا ليه بسأل السؤال ده؟ لأني ذهبت لأفهم تاريخ التحريم، متى حرمت هذه الأشياء. فوجدت هذه هي سورة الأنعام، سورة النحل، سورة البقرة، سورة المائدة. سورة الأنعام رقم 55 مكية، سورة النحل 70 مكية، سورة البقرة 87 مدنية، وسورة المائدة اللي فيها تفصيل 112 هي أيضا مدنية. قبل أن أعلق على هذا الترتيب، وجدت أنه مثلا في النحل 115 للقرطبي يقول فلا محرم يخرج عن هذه الآية، وأكدها بالآية الأخرى. بصراحة وجدت هنا الآية الأخرى، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، دي واحدة من النصوص اللي احنا بنناقشها النهاردة، الأنعام على طعام يطعمه
إلا ميتة أو دم مسفوح. فوجدت هنا يقول وهي مدنية هذا النص، فلا محرم يخرج عن هذه الآية وهي مدنية، وأكدها بالآية الأخرى التي روية أنها نزلت بعرفة، بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم، فهي يمكن أن تكون مكية مكانا ولكنها هي بعد بعد الهجرة، مع أني وجدت من يقول لا هي قبل الهجرة. ولذلك أنا سأذهب ليس في اتجاه القرطبي وهو اتجاه قوي جدا، لا سأذهب في اتجاه ترقيم الآيات زي ما هي. 55 دي بداية أول نص ذكر فيه التحريم. طيب ما قبل النص ده كانوا بيأكلوا إيه؟ 55 سورة، 55 سورة طبعا قبل هذا التحريم. ماذا كان يأكل رسول الإسلام ومن آمن من الصحابة؟ أيوة طيب ما هو هيقول لك كان حلال. طيب ما هو قبل التحريم يعتبر حلال. ممتاز، يعني أكلوا في يوم من الأيام هذه المحرمات. نعم. وهنا ليه أنا بعرض الموضوع ده، تأتي ألعوبة نزول النصوص اتباعا للحالة وليس الوحي كاملا مرة واحدة. موسى كان في الجبل أخذ كل الشريعة مرة واحدة، لم يقيس شريعة على شخص معين بذاته. نعم. الشريعة مرة واحدة تنطبق على الكل، على موسى نفسه تنطبق الشريعة، لكن نزول هذه النصوص نزول تباعا للأحوال ولما يحدث هنا، هنا تأتي الفبركة. إذا قالوا لا قبل التحريم حلال، إذا أكلوا هذه الأشياء قبل التحريم، هل نجستهم؟ ما الكتاب القرآن بيقول ده نجس، دي نجاسة، هل نجستهم يعني وكانوا يحتاجوا إلى تطهير؟ هل طهرتهم النصوص التي نزلت وهي نصوص التحريم؟ هذا مجرد سؤال أنا وضعته ولا أريد أن أجيب عليه، أنا مجرد أفند هذا السؤال وأفند الإجابات التي ربما تكون عليه. ومع ذلك نعم قولي كلامك. أنا كنت هقول أنه حتى اللي حيطلع يقول لك لا فيها جراثيم وفيها وفيها، طب برضو ما عملت لهمش حاجة، يعني حتى الجراثيم أكلوها بالجراثيم اللي فيها. صحيح. ما عملتش حاجة خالص، يعني ما مش هي السبب اللي تخلي إله يمنع أكل. ما هو في قبائل لحد اليوم بتشرب دم الذبائح. صحيح. إلى اليوم. صحيح. في قبائل موجودة بتشرب الدم. ولحد النهاردة كل الكفار بيأكلوا الخنزير. مش كده؟ وعايشين وطوال الأعمار. لا وصحتهم حديد. صحيح. لازم يكون في أسباب شرعية. فأنا دلوقتي الخنزير حستثناه بنعمة الرب للحلقة القادمة لأنه فين السبب؟ لكن هنا أنا بالرغم من أنا قرأت هذا وقلنا السورة رقم 55 في ترتيب النزول. نعم. إلا بنعمة الرب عندي الدليل أن محمد والصحابة والتابعين والمسلمين إلى اليوم حتى اليوم عندهم حلال أكل الميتة والمنخنقة ويعني الفطيسة، يعني مش بنقولها كده بالدارجة، الفطيسة الذي فطس يعني. أنا عندي حتى اليوم، حتى اليوم محمد والصحابة والتابعين والمسلمين إلى اليوم ما في في جزئية معينة ما فيهاش حرام، ممكن يأكل المنخنقة والميتة والتي لم تزكى لم تذبح. طب ده للضرورات؟ لا لا لا، الضرورات تبيح المحظورات. لا لا، ليس للمضطر في سفر ولا اللي حيموت ولا لا، ده ممكن يفتح الثلاجة بتاع البيت ويطلع منها ويأكل هذا المنخنق وهذا الذي لم يذبح. كيف الكلام ده؟ أنا زي ما بقول لك أنا بنعمة الرب عندي الدليل على ذلك. طب معلش، هل ده هم عارفين؟ طبعا. ولا مش عارفين؟ لا لا لا، ده عارفينه، ده عارفينه وفي نص ده اللي يأكد لك إنه فكرة التحرير التحريم مش مفهومة، مش معروفة أصلا، إنك أنت بتحلل المخنوقة وبتحلل الميتة التي لم تزكى في جانب وبتحرمها في جانب، بتحللها في تحرمها في جانب آخر، بس أنت حللتها في حتة معينة. هذا أكد لي وأنا ببحث بنعمة الرب إنه الناس مش فاهمة التحريم ليه،
ما في مش ف... أصله في تحريم ليه وسبب شرعي كان هذه وتلك ممنوع. صحيح. لا لا ممكن لحد النهاردة زي ما بقول لك كده، لا معذور ولا في سفر ولا في حالة اضطرار، ويفتح الثلاجة ويطلع منها الميتة ويأكل ما في مشكلة، لحم الميتة يعني. أنت قلت عندك دليل؟ عندي دليل بنعمة الرب. أنت تعودتي مني إيه؟ أي طبعا، إحنا البرنامج يعني اسمه الدليل، فدي مفاجأة بصراحة. صحيح. يعني مش هو إذن يفعل أمر أو يحرم أمر لا يعرفه، لا يعرفه رسول الإسلام ولا موجود في ثقافة الدينية التي يعني هو عرف أنه في شيء حرام. نعم. حوالينه أهل الكتاب يقولوا لا اوعك ما تعملش كده. طب أنت كيف حللته في مكان آخر غير الضرورات؟ غير الضرورات تماما. وأنا أحب من الأحباء المسلمين اللي يطلعوا ويورينا أولا ليه هو ممنوع. طيب أنا خليني أخذ أشوف محمد من فرنسا احتمال يكون عنده إجابة. محمد، أخ محمد من فرنسا، ألو. يا أخ محمد. طيب خلينا ناخذ علي من ألمانيا. أخ علي. ألو. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بك، تفضل. بصراحة أنا كانت ما عندي أي مداخلة، ولكن كنت أريد أكون مصدر تشجيع لكم لهذا البرنامج الرائع، وكل الذي تقدمونه إنه دليل واقعي إنه هذا القرآن لم يكن من عند الله. يعني حتى سورة المائدة 3 الذي تطرقتم لها إنها كلها مخربطة، يعني يوجد يمكن 3 أو 4 آيات مندمجة ببعضها في آية واحدة. صحيح يا أخ علي. فإذا كل الذي هو مألوف بالقرآن يكون مأخوذ من هنا وهناك. صح. والذي هو ليس مألوفا يكون قتلا أو يكون ذبحا أو يكون زنا وأغارة. طيب خلينا أسألك يا أخ علي، حضرتك أنت عابر، تكلمنا معك قبل كده في البرنامج صح؟ نعم نعم نعم. هل عندك فكرة أنك أنت في الخلفية الإسلامية كان ممكن تأكل الميتة والمخنوقة؟ عندك فكرة عن كده؟ ما كان عندي فكرة، لا لا. ولا الآن عندك فكرة، بس دلوقتي حتاخذ الدليل ولا الآن وحتعرف كيف أن المسلم حتى اليوم عنده الموضوع ده موجود وهو لا يعرف، لا يفكر فيه، لا يربط الأمور مع بعض. نعم. ولكن أخ وحيد أنا لا يلزمني أن أعرف لأنه عرفت الحق. نشكر الله، نشكر الله، هو ده الأساس يا أخ علي، بس حتاخذه كمعلومة. لا يلزمني أنا. ليس كدين أنا. ولكن ستعرف لكي ما تخبر الآخرين أيضا الذين لا يعرفون، ربما يكون سبب خلاص لحياتهم. لأن الرب يسوع أعطى مثلا وقال التاجر عندما كان يبحث عن اللؤلؤة والماس، وعندما رآها لم يبحث بعد. صحيح، ذهب وباع كل شيء. نعم. واشتراها. الرب يباركك يا خالد. فأنا لست بحاجة إلى البحث. لا لن تبحث فيما بعد، خلاص أنت بحثك في المسيح، لكن ستعرف الآن معلومة بعد قليل بنعمة الرب لتشارك بها الأحباء الذين ما يزالون يعتقدون أن هناك دينا وإسلام ونبي ووحي إلى آخره. إن الإسلام أنا أعتقد أنه في بداية نهايته. أمين أمين. شكرا لك أخ علي. أنا أعتقد هذا. الرب يبارك. شكرا لكم، وأنا أتمنى أن أكون مصدر تشجيع لكم. أنت شجعتني النهاردة يا أخ علي، الرب يباركك. شكرا لك. شكرا لك يا أخ علي. طيب خلينا ناخذ رمان من ألمانيا. ألو رمان. طيب واضح انه في مشكله، انا مش عارفه ليه مش قادر اخذ ال طيب خلينا ناخذ فريال من لندن. ألو ألو أخت فدوى، السلام عليكم. المسيح معك ومع الأخ وحيد. أهلا بك يا أخي. أخي المبارك وحيد، ما أعتقد راح تشوف الجواب، قلت لك من البداية الأخت فدوى ما أعتقد أحد راح يجاوب على سؤالك يعني بالطريقة الشرعية. طبعا أخ وحيد، أنا سألت هوني
ما ياكلون طبعا الاخوه المسلمين لحم الدجاج ولحم الخروف او البقر من السوبر ماركت، ياخذونه من المحلات العربيه ذبح حلال. فالجواب كان من اخوه يعني مسلمين وفاهمين، ذكروا انه لانه ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم على الدجاجه او الخروف او البقره لمن يذبحوها، فما اعرف يعني ياخذوها واحده واحده يذبحوها ولا كيف، وهم يعرفون طريقه الذبح هنا يعني ما معقوله راح ياخذون الدجاجه وحده وحده يذبحوها ويسمون عليها، ما اعرف. فكان هذا جوابه. وانا اخ وحيد اقول الرب يباركك، وانا حقيقه شفقت على الشيخ رضوان، اعتقد الدكتور اللي عامل يعني جدا دعايه الكتاب والنفسه، اللي ما كان يفرق بين صفه وطبيعه الله واسم الله. صح. ولو كان هو صادق لم كان استمر بالمداخله والمناقشه معك. تمام. لكن الحقيقه يقول انه الشعور بالنقص، الانسان من يشعر بالنقص يريد ان يشوف اي قشايه يتمسك بها ويبين انه هم الاعلون، لكن الحقيقه اكتشفوا. طيب. اذا هو واذا عدنان ابراهيم حجر الزاويه محمد والمعز محمد، فالرب يرحمه ويكسر كتموا اباطيله. شكرا لك يا اختي المباركه. اخ علي الرب يباركك ويكسر من امثالك. أمين. يا اخ علي، وراح اصلي لك الله يثبتك بالايمان وينميك بالايمان اكثر واكثر. شكرا لك اشكرك اخ وحيد، شكرا لك. شكرا لك يا اختي فريال. طيب خلينا ناخد قادر، معلش انا عادل من ايران. صح. الو، اهلا بيك، تفضل. الو، السلام عليكم اخ فضله. نعم تفضل، اهلا بيك. السلام عليكم، احب اكلم اخ وحيد. اهلا بيك اخ عادل، سامعك عزيزي، تفضل. الو، السلام عليكم اخ وحيد. وعليك. أنا عابر من إيران. أهلا بك يا أخ عادل. حضرتك عابر من إيران. حضرتك أصلا إيراني ولا ساكن في إيران؟ أنا إيراني. إيراني، نشكر الله من أجلك يا أخ عادل. أحب أن تأخذ الرقم مالي وتكلمني. خلاص. أغرب فرصة. طيب لو سمحت ما تقفل التليفون، أنا حكلمك، ما تقفل التليفون يا أخ عادل، خليهم ياخذوا الرقم بتاعك لو سمحت. طيب شكرا لك يا اخ عادل. طيب نكمل وبعدين نكمل مداخلات. طيب انا بشجع الاحباء المسلمين انه يكونوا يعني هم اللي ليهم الاولويه انه نعرف الاسباب. نعم. فانا قبل ان ادخل الى كتابنا العظيم اللي فيه كل شيء واضح. نعم. ومترابط ولحمه واحده، احب ان انا عندي مفاجأتين النهاردة، المفاجأة الأولى دي والمفاجأة الثانية اللي هي أنه المسلم لحد النهاردة يفتح ثلاجته ويطلع منها الميت اللي غير مذبوح ويأكله. كويس، ده هخليها. طيب. بس أنا عندي دلوقتي المفاجأة الأولى والتي تؤكد أن محمدا في دينه كان فقط اللي هو يعني ينقل من الآخرين، وأنا خليته كده نقط، كان إيه؟ كان ده اللي هنشوفه دلوقتي. كويس؟ سورة المائدة ناقلا ليس إلا يعني ناقلا ليس إلا. سورة المائدة 3. تفسير القرطبي، قال ابن جريج: كانت العرب تذبح بمكة وتنضح بالدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. شفت إزاي بقى؟ إحنا أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال. اللي شافوها فين؟ اللي شافوها بمكة، اللي شافوها من العرب المشركين. بالضبط. يعني كل اصلا الكعبه، كل الكعبه والطواف وكل اللي فيها اصله دين المشركين، اخذه محمد وقال هذا دين الاسلام. نعم. لم يفعل اكثر من ذلك. نحن احق، انت بتاخذ بتشوف المشركين بيعملوا ايه، بتقول احنا احق، انت احق، على اي اساس؟ المهم في الامر
فكأنه لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، الحشد 37، فحلل لهم هذا الأمر. أرجع بقى بسرعة ولازم أخذ وقت، يعني إذا كنت حتاخذي مكالمات يبقى تسمحي لي بوقت كبير بعد كده، إذا كنت حتديني الآن براحتك شوف. طيب خلينا ناخذ بعض المداخلات. محمد من فرنسا، إحنا بنحاول ناخذ أحباء مسلمين يعني. أخ محمد، ألو. ألو، السلام عليكم. السلام، ونعم، أهلا بك. سلام أخ وحيد. أهلا بك عزيزي. والله المكالمة تاعي اليوم ما تخصش في مداخلة، مش مداخلة كبيرة بزاف. أنا محمد من مسلم من فرنسا، ولكن يعني حبيت نكلمك وحبيت نكلمك شخصيا. يعني نشكرك بزاف، نشكرك كثير على ألو. سامعك عزيزي، صوتك واضح جدا. نشكرك كثير ونتبعك بزاف، نتبع حلقاتك الدليل. صدقني يعني أنا يعني الكلمة ما لقيتش الكلمة اللي نقدر نقدمها لك أنا، وما لقيتش رد على الأسئلة نتاعك، وعلامات استفهام كبيرة في راسي حتى أنا. ونشكرك كثير على هذه الحصة، يعني هذه الحصة يعني تستاهل أني نقعد تحت التلفاز، لأنني عندي مدة ما نريحش أمام التلفاز، ولكن هذه الحصة تستاهل أن نقعد أمام التلفاز ونسمعك. صدقني ده يعني تواضع منك يا أخ محمد، تواضع كبير، وهو تواضع الباحثين يعني عن الحق يا أخ محمد. صدقني، ومكالمتي اليوم تحبس هنا، شكرا، ولكن يعني معليش تكون مكالمات أخرى. طيب ممتاز يا أخ محمد، وأنا بشجعك على البحث وعلى الاطلاع، ولو حبيت أن أنا أتابع معك أنا ما عندي مانع، لو حبيت شكرا. ممكن تترك رقم تليفونك لو أنت أحببت ذلك، لكن أنا بقول لك بصراحة يعني مكالمتك شجعتنا كثير زي مكالمة أخونا علي. شكرا لك يا أخ محمد. طيب سلوى من العراق، ألو. نعم تفضلي. أهلا بيكي. أهلا بيكي ست فدوى. شكرا جزيلا على أخذ المكالمة، وشكرا جزيلا على مشاركتي معاكم. أنا بالحقيقة مسألة اللحم الحلال هي كانت من المعضلات اللي نشتكي من عدها، وخاصة من كنا نسافر للخارج فنبقى صايمين لأنه محرم علينا نأكل أي أكل بالمطاعم أو بالأسواق. فكانت هي من المعضلات، مما دعاني أنه أبحث حول هذا الموضوع، ومثل ما تكلم الأخ وحيد أنه ما وجدنا أي سبب للتحريم ولا يعني الأسباب، وهاي كلها هاي مال أنه الجراثيم، هذا مستجدة هاي الأمور. صحيح. تجدت بالعلم بأنه هاي الأسباب. صحيح. بالمناسبة أنا أعرف شنو جوابك، وأنا أعرف أنه إحنا حتى المسلمين نأكل المنخنقة والميتة ومن نفتح الثلاجة. طيب هل حضرتك عابرة يا أخت سلوى ولا لسه في مرحلة بحث ولا إيه؟ طبعا لحد الآن مرحلة بحث، بس أنا يعني واصلة إلى مرحلة الاطمئنان أقدر أقول. يعني أنا مطمئنة، يعني أنا لست ضائعة الآن. أمين. كأنما تكشفت لي الحقيقة، تكشفت لي ويعني واطمئنيت بمعرفة الحقيقة الحالية. طيب ما بتحب تصلي وتقبل المسيح يا أخت سلوى؟ هذا مجرد سؤال، أنت طبعا حرة أنك تقولي لا. أنا يعني أنا أعتقد أنه الوقت حاليا مو مناسب. تمام. بالنسبة لهذا الموضوع. تمام. يعني إحنا المشاكل اللي موجودة بالعالم يعني هي متمثلة بحياتنا اليومية والمعاناة،
فأنا أشكركم على هذا موضوع اللحم الحلال، لأن هاي تمس حياة الناس كلها وخاصة المسلمين اللي يعانون من هاي النقطة. تمام. اللي فيعني أنا أعتبر صحيح هي المسألة الروحانية وروحانية الإنسان جدا مهمة، لكن تجي بعد يعني المعاناة من الحياة اليومية في كل تفصيلاتها. طيب. فإذا كانت هاي تفصيلات الحياة اليومية معقدة بشكل ما يقدر الإنسان ينفك من عدها ويفكر بالأشياء الروحانية العميقة. بس الحمد لله يعني أنا يعني متوصلة إلى كثير من هاي الأمور، وأعتقد نفسي أنا محظوظة لكن وراء معاناة وسنين طويلة. أمين. الرب يباركك يا أخت سلوى، وأنا بشجعك كملي بحثك لو سمحتي، ولا تتوقفي ولا تتأخري، لأن الأمر مرتبط بحياتك الأبدية. الرب يبارك حياتك، شكرا لاتصالك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا يا أخت سلوى. مع السلامة. طيب احنا عندنا يعني مداخلات بس كمان باقي لنا اقل من نص ساعه. يا انا عندي الجزء المسيحي لازم اخلصه النهارده. طيب خلينا ناخذ جزء ونشوف. طيب اذا في بعد كده. امين. لا هيكون في وقت للاحباء، بس يدوني انا كمان فرصه عشان الموضوع يكون واضح. عندهم مش واضح، ما في سبب. تعال شوف السبب، تعال شوف قوه الكتاب المقدس، تعال شوف الترابط والوحده، تعال شوف إنه الكتاب اللي أنت محروم منه بيوضح كل شيء. وحيد ليس له إجابة على كل شيء، لكن الكتاب المقدس له إجابة عن عقيدته في كل شيء. ربي بارككم. أبدأ بهذا السؤال: لماذا دائما نجد أن الحلقات المهمة مفقودة في الإسلام؟ أولا، كل هذه الزوبعة اللي هم عاملين عن الذبح الحلال، أقول لهم قبل الإسلام الموضوع في المسيحية موجود. ماذا كان في المجمع المسيحي الأول سنة 50 ميلادية؟ تلاميذ المسيح لما الأمم قبلوا الإيمان، الأمم اللي هم مش يهود اللي بيأكلوا كل شيء، نعم، وصارت مشكلة تهويد الكنيسة، فماذا كان المجمع المسكوني أو الأورشليمي الأول المكون من تلاميذ المسيح، ماذا قالوا؟ ماذا نصحوا الأمم؟ ماذا أرسلوا لهم أن يمتنعوا عن إيه؟ أهو أعمال الرسل 21-25 ومذكور في 15-29، سأقرأ من 15: لأنه قد رأى الروح القدس، الروح القدس اللي هو الله، روح الله، ونحن الرسل، أن تمتنعوا عن إيه؟ عما ذبح للأصنام والزنا. طيب في النص في إيه بقى؟ وعن الدم والمخنوق. عن الدم وعن المخنوق مع بعض، يعني في علاقة لا يعرفها الأحباء المسلمين، ولذلك حللوا أكل الميتة في 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 حالة معينة. نعم. خلينا أقول لك، لأنه المخنوق دمه فيه، مش عشان هي مخنوقة في شجرة ولا مخنوقة، ما هي مخنوقة، ليه ممنوع؟ لأنه الدم ما زال فيها. إيه بقى مشكلة الدم؟ ده اللي هتعرفه في الكتاب المقدس. هل المسيحيون هم من يعني كانت عقيدة جديدة؟ لا، أهو قبل المسيحية في العهد القديم. تعالي بقى شوف الروعة هنا، التحذير والنهي والسبب والبركة. اللي هيسمع الكلام ده هياخد بركة. سفر اللاويين 17: وكل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما، أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها. والقطع له درجات. فقلت لبني إسرائيل: لا تأكلوا دم جسد ما. أنا حاطط نقط لو تلاحظي، سأرجع لهذه النقط في البداية. في كلام أوضح من كده؟ اللي هياكل دم أنا هقطع وجهي ضد هذه النفس ويقطع من شعبه. نعم. سفر التثنية وبرضه في نقط أنا سايبة: لكن احترز أن تأكل الدم، لا تأكله، لا تأكله، يكرر، لكي يكون لك، دي البركة بقى، ولأولادك من بعدك خير إذا عملت الحق في عيني الرب.
يبقى عندنا صفر اللويين والتسنية. طبعا كثير جدا في النهي عن أكل الدم. أرجع للويين الأول، النقط دي ترى فيها إيه؟ شوف الروعة والجمال هنا. كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يأكل دما أجعل وجهي ضد النفس الآكلة الدم وأقطعها من شعبها. نشيل النقط ونحط ما هو مكانها، لأن هذا التعليل بقى نفس الجسد هي في الدم، لأن نفس كل جسد دمه هو بنفسه، لأن نفس كل جسد هي دمه، كل من أكله يقطع. يعني النفس في الدم، الدم اللي بيسفك ده النفس نفس الحيوان فيه، والنفس مش ملكك، ملك خالقها الذي أعطاها، فليس من حقك أن تأكلها. أنت بتأكل اللحم، إنما الدم لا، ده مش بتاعك. ليه؟ علشان فيه النفس. شايف التعليل؟ تعال أودي لك للتعليل الثاني في سفر التثنية. لكن احترز أن لا تأكل الدم. ليه بقى ما نأكلش الدم؟ بيقول لك لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع اللحم. شفت روعة الكلام ازاي؟ طيب معلش عشان توضح، المسلم بيعتقد، انا اعتقد انه كل المسلمين بيعتقدوا انه الحيوان عنده روح مش نفس، او يعني روح ونفس، ان هو المهم انه عنده روح. طيب فلما بيذبح بتطلع الروح، او لما بيموت بتطلع الروح. تمام. فهنا حتة النفس والدم اعتقد ان هي جديدة عليهم. جديدة؟ هو شنو ايه اللي مش جديد عليهم؟ يعني ما الذي ليس جديدا عليهم؟ الأمور كلها التي أهملوها في الكتاب. الإنسان تميز بالروح العاقلة لأنها نفخة القدير. الحيوان ما نفخش في ربنا، قال لتخرج الأرض أنفس ذوات أنفس حية، أخرجت الأرض. لتفض المياه ذوات أنفس حية، أفاضت المياه. لكن تميز الإنسان بأنه نفخة القدير، ولذلك كان الإنسان هو الخالد. عندهم بعدين في القيامة بتقوم النعجة والعنزة ويعني يصفوا حسابهم وترجع تموت، ما له قيمة. كلام غريب جدا. الإنسان هو الخالد، ولذلك استعدنا الخلود مرة أخرى في شخص المسيح. نعم. فهنا بيقول له القضية الأساسية هنا أنه التحريم لا تأكل الدم والمخنوق، لأن المخنوق ما زال دمه فيه، فما زالت النفس عواملة هي موجودة، طبيعتها ما زالت موجودة لأن المخنوق لم يذبح، فلا تأكل الدم. ليه ما أكلش الدم؟ أصله ده النفس بتاعت الحيوان، أنا اللي أعطيت النفس، ليس من حقك أكلها. تعالي شوف الترابط بقى الرائع جدا، لسه ده ما زلت أنا في البداية. أنتقل إلى كيف يتصرف في دم الذبيحة، وده ليه مدلول دلوقتي. اليهودي ذبح ذبيحة، كيف يتصرف في دم الذبيحة؟ أولا يسفكوا على الأرض. قال له احترز أو تأكله أو تشربه. تثنية 12، لكن احترز أن لا تأكل الدم، لأن الدم هو النفس، فلا تأكل النفس مع الدم مع اللحم. لا تأكله على الأرض تسفكه كالماء، تسفك الدم على الأرض. ده أولا كويس؟ نعم. ثانيا، ودي حتة مهمة جدا، يغطيه بالتراب، مش عشان الجراثيم وعشان الذباب، لا 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 لا. بصي لاويين 17، وكل إنسان من بني إسرائيل ومن الغرباء النازلين في وسطكم يصطاد صيدا ووحشا أو طائرا يؤكل من اللي بيؤكل يعني، نعم، يسفك دمه ويغطيه بالتراب. ليه يغطيه بالتراب؟ لأنه النهاردة لما في نفس بتموت بندفنها، فالنفس دي هي في الدم في النفس، النفس في الدم، النفس في الدم والدم في النفس. طيب لما بتسفكه على الأرض لازم تدفن النفس دي، تدفن هذه النفس. أي يعني ده موضوع مهم، يعني طبعاً. مش مجرد خلاص ذبحنا وقفك وخلاص، مش كده وتسيب الدم لا، أنت بتدفن النفس.
له بيجي يكرر هنا بيقول لك ايه، يسفك دمه ويغطيه بالتراب لان اهو التعليل كمان نفس كل جسد دمه هو بنفسه. فقلت لبني اسرائيل لا تاكلوا دم جسد ما، لان نفس كل جسد هي دمه، كل من اكله يقطع. يبقى انا هنا عندي ايه احباء المباركين؟ عندي التحريم، عندي التحريم واضح انه ما تاكلش دم، ولا المخنوق. ليه؟ لانه المخنوق ما زال دمه فيه. ليه ما اكلهمش؟ يقول ده علشان النفس في الدم، والنفس ليس ملك لك. لما تذبح تغطي الدم المهرق او المصبوب بالتراب كانك بتدفنه. انت بتاكل اللحم لكن النفس دي تدفن. ويعلل لان انت بتدفن علشان انت بتدفن نفس. ايه رايكم في الوضوح والجمال ده؟ بس هل ده كان بس كمان في شعب اسرائيل؟ عشان انا بوريكم الدوشه اللي انتم بتعملوها صفر. قبل المسيحيه الموضوع موجود، وقبل اليهوديه الموضوع برضه موجود. تخيلوا، تعال شوف معايا العنوان ده، قبل بني اسرائيل في ايام نوح اول من اتيح له ان ياكل من اللحم، غير ان لحما، ده بعد ما طلع نوح من الفلك على طول من السفينه، غير ان لحما بحياته دمه لا تاكلوه. وتفسير هذه، تفسير النص العبري في 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 ترجمه اوضح، يقول له غير ان لحما بحياته التي هي دمه لا تاكلوه. يعني حياه الحيوان دمه، لما بيسيل دمه كله بيموت، ليه؟ حياته طلعت منه، حياته دمه، بيطلع دمه وبيتصفى بيموت. فانت ما تاكلش الدم لان دي حياه حيوان، والحياه هي عطيه الله، ملك لله. وايضا يقول لكن لا تاكلوا لحما ما زالت حياته اي دمه فيه. يبقى اذا قبل كمان قبل موسى، خلينا نقول ده في ايام نوح. نعم. وفي عندنا في الكتاب المقدس اول من اتيح له او ابيح له اكل اللحم قبل نوح ما كانش فيه، صحيح. بعد نوح صحيح. اتيح للانسان ياكل لحم. اتي للبعد اللاهوتي، ده هنا ليه هذه الحلقات تم ابعادها قصدا. البعد اللاهوتي لدم الذبيحه ايضا نجده في الكتاب المقدس. ما فيش حاجة كده بتتحط كده ونقول ما نعرفش. من حكمة الله، لا ما فيش حاجة عندنا كده، نشكر الله. لأن نفس الجسد هي في الدم. فأنا هذه شوف، نفس الجسد هي في الدم، النفس. فأنا أعطيتكم إياه اللي هو الدم. لذلك قلت لبني إسرائيل لا تأكل نفس منكم دما، ولا يأكل الغريب النازل في وسطكم دما. ليه بقى؟ شوف الرائع هنا، البعد اللاهوتي على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يكفر عن النفس. الحياة هي ملك لله الذي منحها، التي يعجز أمامها كل البشر في إيجادها أو في خلقها أو في منحها، لا يعرف إنسان، دي ملك لله فقط. الفكرة اللاهوتية هنا، أنت ممنوع تأكل دم. ليه؟ ليه ما أكلش دم الحيوان؟ على الأرض أسفكه، لأنه ده يعادل النفس، فأنت ما بتاكلش النفس. طب أعمل بيه إيه لو أنت قدمت ذبيحة بالنسبة للعهد القديم؟ نعم. أنت على المذبح تسفك هذا الدم. فهنا أنا حطيت للأحباء المسلمين هذا العنوان، دم الحيوان إذا كحياة يسفك بدلا من حياة أخرى للتكفير. مش تيجي وتقول لي ما تاكلش دم وانت ما عندكش سبب، لازم تديني السبب. ها هنا السبب، لا تاكل الدم، هو النفس، النفس ملك لله، لكن يمكن ان تكفر عن خطيئتك هذه النفس. نعم. طب ايه رايك قبل نوح؟ المسلمين ما يعرفوش الحاجات دي. نعم. مع احترامي ليكم، غلابه خدعوكم وقالوا لكم الكتاب ده ما تقربش منه، لانهم يعرفوا ان في هذا الكتاب هو الحياه، مخزون هناك الحياه. ارجع معي قبل نوح،
منذ أولاد آدم. التكوين أربعة، هابيل قايين وهابيل. وحدث من بعد هذا، من بعد أيام، أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن سمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه اللي هو من الغنم، ولكن إلى قايين وقربانه الذي هو من ثمار الأرض لم ينظر. سؤالي، هل فهمتم الآن لماذا لم تقبل قرابين قايين؟ لأنها ليست حسب قصد الله في ترتيب الفداء. يبقى إذن ده روعة الكتاب المقدس، ربط التلاحم العجيب بين آياته. لما يقول لا هيقول لك لا ليه، انت خدت لا لانه قاعد في جزيرة العرب بيسمع شوية من المسيحيين وشوية من اليهود، واختار الخنزير بالذات، مع انه هنشوف الاسبوع الجاي يعني اذا شاء 24 ليه، وليه في المسيحية الموضوع مختلف. كتابنا المقدس يجيب عن كل شيء بروعة وبقوة. هنا بنشوف انه الموضوع قديم جدا، قدم الإنسان. مش جه الإسلام دلوقتي عشان يعلم الناس ما تاكلوش الدم. نعم، ما تاكلوش الدم ليه؟ أنت ما عندكش إجابة، بس الإجابة موجودة في الكتاب المقدس. تكوين 14 هنا الدم، لأنه هو بيشير للنفس. نعم، وكأن النفس تتكلم وتصرخ. سأل ربنا قايين لما قتل أخوه، ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك. هو الدم عنده صوت؟ ما عنده الصوت، لكن التعبير عن النفس. نعم، صوت دم أخيك يصرخ إلي من الأرض. بس إحنا عندنا دم آخر بيصرخ أروع. في العبرانيين العهد الجديد، عن المسيح له كل المجد، وإلى وسيط العهد الجديد يسوع اللي دمه، وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل. ليه بقى بيتكلم أفضل من هابيل؟ دم ذبيحة هابيل، لو تكلمنا عن الذبيحة اللي قدمها تعطي كفارة مؤقتة، بين دم المسيح يعطي الكفارة الأبدية. وإن تكلمنا عن دم هابيل ودم المسيح، فدم هابيل يصرخ طالبا النقمة. نعم، لأنه قتله أخوه، بين دم المسيح يتكلم ويعطي الرحمة والسلام والمحبة والغفران والأبدية. أختم بهذه الكلمة: غيب محمد السبب، فغيب معه قيمة الفداء وحتمية الخلاص. أنتظر أن تعطيني 5 دقائق في النهاية حتى أقدم كيف للمسلم أن يفتح الثلاجة بتاعته ويطلع الميت. طيب، والمخنوق ويأكله. طيب، خلينا بسرعة ناخد مريم من سويسرا. ألو، ألو، مساء النور. مساء النور، أهلا بك يا أخت مريم، تفضلي. أهلا أهلا وسهلا. أود أن أشكر الأخ وحيد لأنه إداني جواب لسؤال كان محيرني. سؤالي: لماذا قراءة شعر وشعراء العرب حرام في الإسلام؟ لما شاهدت حلقة الدليل الماضية فهمت لماذا محمد حرم الشعر والشعراء وقال أنهم أول من يدخل جهنم. لكي لا نكتشف أنه اقتبس من آيات الشعر ووضعها في قرآنه. تمام، وشكرا. شكرا لك. هلا أختي مريم، أنت عابرة؟ أنا نعم، أنا حكيت معكم من 3-4 أسابيع. تمام تمام، الرب يباركك يا أخت مريم. بارك الله فيك. شكرا شكرا، الله يباركك. شكرا لك يا أخت مريم، مع السلامة. سلام. طيب، خلينا ناخد أم عماد من أمريكا. ألو ألو، أهلا بك أم عماد، تفضلي. أهلا، مساء الخير أخ وحيد وأختي فدوى. معلش، أنا مسيحية والمداخلة بتاعتي معلش ملهاش علاقة بالموضوع. نعم، بس أنا بصراحة يعني المداخلة بتاعتي دهيا بشجع بيها الإخوة اللي بيلحدوا أو يبقوا لا دينيين، لان هم فعلا الاله، يعني الاله اللي هم يعرفوه خدع الناس لمده 600 سنه
بعد الفداء وبعد المسيحية ما انتشرت في كل البلاد الموجودة في الوقت بتاعها دون، جه بعد 600 سنة بيقول لهم هي وضحكت عليكم المسيح ما ماتش ولا اتصلب ولا أي حاجة. بعد 600 سنة لما كانت المسيحية انتشرت في كل الأماكن الموجودة في العالم في الوقت دون، تمام، جه يقول لهم لا ما لا 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 ما فيش لا صلب ولا فداء ولا مسيح ولا أي حاجة ده شبه دهو. ففعلا الملحد لما يسمع حاجة زي كده هو من حقه وأنا بشجعه يقول لا ما فيش إله بالوصف ده يعني. تمام وشكرا لك. شكرا لك يا أخت أم أمة، ربنا معك. شكرا. طيب خلينا أخد جيمس من أمريكا. ألو. ألو أهلا بك. سلام يا أخت فدوى. سلام ونعمة، أهلا بك يا أخ جيمس. السلام على أبيب الملاحين الأستاذ وحيد. أهلا بك عزيزي جيمس، ربي باركك. أنا أشكرك يا أستاذ وحيد على هذا البرنامج التنويري. شكرا. والسؤال اليوم، لماذا حرم الإسلام هذه المحرمات؟ فهذا دليل أخرى نضيف إلى الأباطيل الإسلامية، والإسلام هو باطل أصلا. وأنا أشكرك يا أخي وحيد على هذا البرنامج، وأتمنى من الله ومن رب يسوع أن يعطيك والأخت فدوى عمرا مديدا. آمين. شكرا. حتى ترى في النهاية ثمار يعني لبرنامجكم بتخوض النهاية والحقيقة لشيء اسمه الإسلام. أشكرك أخ جيمس، هذه صلاة أيضا. أخيرا أقول لك أخيرا المجد في العالي. أيوة. ولا الأرض سلامة وبالناس المصرة. أمين. شكرا ورب يبارككم. شكرا. شكرا لك أخ جيمس، ربي يبارك حياتك. شكرا. يعني الأخ جيمس بيتمنى أن الرب يدينا عمر إلى أن نرى السقوط الحقيقي للإسلام، وأنا قلتها قبل ذلك أن الإسلام سقط، يبقى فقط يوم إعلان سقوطه، لكن هو سقط. وحينما أقول سقط أقصد أنه سقط في عين أولاده، في عين المسلمين، في مهده الإسلام تم اكتشافه الآن، خلاص الناس عرفته، صعب أنك أنت بعد كده تخبيه. طيب نأخذ جزئية وبعدين نشوف نكمل، ولا أخذ واحدة ونكتفي؟ نأتي إلى الضربة القاضية يعني الآن، أنه ممكن للمسلم يأكل الميت. طيب يمكن الناس منتظر الجزئية دي. طيب علشان ده يثبت أنه في الإسلام السبب مبهم غير معروف، وبالتالي حلل في جزئية وهو لا يعرف أنه الفكرة مش مجرد إن هي عشان اتحطت بين شجرة ولا مخنوقة وفكرة الدم. شفت الكتاب المقدس؟ رائع بصراحة، أنحني لهذا الكتاب. جاء رسول الإسلام وحلل الفطيس والميت والمخنوق، لأنه النهاردة المسلم حينما يذبح بقرة والبقرة في بطنها جنين، عبال ما يذبح البقرة ويسلخ الجلد هو يأخذ نص ساعة على الأقل، فبيكون الجنين مات. هذا الجنين الميت الفطيس، ما هو فطس، ما لا أكسجين، مات مخنوق، يؤكل لا مشكلة، ما تذبحوش، لأنه ذبحه من ذبح أمه. أنت ذبحت أمه كأنك ذبحته هو. الناقة اللي في بطنها جمل ميت يدوقك العادي جدا وتحطه في الثلاجة ما فيش مشكلة. يا أخي أنت مش فاهم، إذن ما هو ده مخنوق أهو، ما هو ده مش مذبوح، إيش معنى هنا حلال وهنا مش حلال؟ لأنك أنت القضية لا تعرفها تماما. والسمعوني سمعوا روعة الكتاب المقدس. خلينا أجيب الدليل بقى. طيب تفضل. هذه هي المفاجأة رقم 2، والتي تؤكد أن الذبح لا يعرف سببه الحقيقي. الراوي أبو سعيد الخدري، المحدث البغوي الشافعي في شرح السنة، المحدث ابن حجر العسقلاني في تخريج مشكات المصابيح، الاثنين دول خلاصة حكم المحدثين حسن. أيضا المحدث ابن قيم الجوزية الحنبلي في إعلام الموقعين على رب العالمين، والمحدث أحمد شاكر في عمدة التفسير، وناصر الدين الألباني في صحيحة بداود وصحيحة بن ماجة وتخريج مشكات المصابيح. يعني ده الواحد ثلاث مراجع، حكم خلاصة كل المحدثين دول صحيح. يبقى الحديث صحيح، بس مش صحيح،
المسلمين بيمارسوه حتى اليوم لحد النهاردة. قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ يعني هم أفضل من الرسول، يعني حتى نفسهم كانت مش قابلة يعني. نعم. قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته زكاة أمه، يعني ذبحه من ذبح أمه، ذبحت أمه ما فيش مشكلة. ذهبت إلى القرطبي للتأكد من الموضوع، فأما الناقة إذا نحرت أو البقرة أو الشاة إذا ذبحت وكان في بطنها جنين ميت، ها، فجائز أكل من غير تزكية، من غير ذبح يعني، من غير تزكية له في نفسه، وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتا جرى مجرى العضو من أعضائها. أنت لما بتذبحها مش بتأكل فخدها ويدها وصدرها، هو زي واحد من دول الجنين، ما بيحسبوش كائن لوحده. ذهبت إلى مسلمي اليوم في الفتوى، نعم، لأرى المسلمين اليوم، لأنه كان دليلي محمد والصحابة والتابعين والمسلمين حتى اليوم، في مركز الفتوى إسلام ويب، حكم ذبح البهيمة الحامل وأكل لحم جنينها، رقم الفتوى قدامكم، حكم ذبح الشاة العشراء بدون علم وهل يجوز أكل لحمها. بيتكلم هنا ويقول بعد ما يصلي ويسلم فلا حرج على ذبح بهيمة حامل سواء كان يعلم بذلك أو لا يعلم، يعلم بذلك أو لا يعلم، ويجوز أكل جنينها سواء أشعر أو لم يشعر، يعني جمله شعر أو لا، إلا إذا خرج وفيه حياة. لو خرج حي يمكن أن يزكى يذبح، فلم يزكه يعني طلع حي وبعدين ما ذبحته ومات فهو حرام. وفي سنن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال كلوه فإن شئتم فإن ذكاته زكاة أمه. عندي هنا كلمة لازم أحطها للأحباء المسلمين، لقد كسر محمد شريعة موسى التي تحرم أكل الدم، لأنه لا يعرف. فهنا لو ذبح الشاة، عفوا، البقرة أو الناقة والجنينة لسه حي ده تذبحه، لو كلته بعد ما هو حي ومات ده حرام، لكن لو طلع أصلا ميت كله، ذبحه من ذبح أمه، ذبحت أمه كأنك ذبحته. قدمت الدليل؟ نعم. قدمت الدليل صح؟ نعم. إذن كلامي للأحباء المسلمين، كيف تأكلون ما لم يذبح؟ كيف تأكلون الميتة؟ ولا ده مش ميت؟ ميت ذبح؟ لا. دمه فيه؟ نعم. ليه رسول الإسلام حلله؟ الإجابة ببساطة، لأنه لا يعرف سببا للتحريم، واضحة، لا يعرف سببا للتحريم. لازم تفكر، لو كان يعرف سببا للتحريم لخلك لا ده فيه دم، ده ما ده ميت، ده غير مذبوح، لا تأكله. لا، يؤكل إلى اليوم، يؤكل. إذن كسر رسول الإسلام هذا القانون في التحريم. خلاص؟ نعم. انتهى الوقت، تبقى قليل. أنا عايز بس أقول لو في نص دقيقة؟ نص دقيقة يعني. أنا بسرعة وجدت نكتة وأنا بدور على موضوع الدم في من فتاوى أئمة الإسلام في الصيام لعبد الرحمن، والكتاب مطبوع يعني في جدة، هو قدامكم، وفي مكة المكرمة التصوير. بيقول الشيطان يجري من مجرى آدم مجرى الدم، فهو قاعد في الدم بتاع المسلم، فلما بيصوم المسلم بيكفل المجاري بتاعت الدم بتاعت الشيطان. ده كلام انت مستوعبه ومصدقه؟ لا، دي عايزينها الاسبوع الجاي. خلاص، لأنه الاسبوع الجاي اقول كده مش مفهومه كده. شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا، المسيح يبارك حياتكم، صلوا لاجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لاجلكم كثير، ونشوفكم في حلقه جديده.